بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن الصلاة والعمر المديد. دراسة جديدة تؤكد أن المحافظة على الصلاة يطيل العمر. تبين للباحثين أن أداء الصلوات يعالج الكثير من الاضطرابات الجسدية والنفسية، كما يعالج البدانة ويمنع تشوهات الجسم ويعيد حيوية النظام المناعي وعمل الجسم أيضا. فالصلاة تساعد على الشفاء من الأمراض، وخاصة ضغط الدم المرتفع وتخفض نسبة الدهون الضارة في الدم، وهذا ما يمنح الإنسان الراحة والنشاط والعمر المديد. سبحان الله، لقد ذكر الله تعالى الصلاة في القرآن الكريم 99 مرة بعد أسماء الله الحسنى، بعدد أسماء الله الحسنى عفوا، ليدلنا على أهميتها وبركتها وعظمتها أيضا. والله أعلم.